صباح الخير نرمين. صباحك رشا، كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه وانتي؟ ماشي الحال. بدي اقول لك برتاني انت اليوم هلا كثير برد صح اليوم هيك شوي في شويه شمس، بس بيبقى البيوت على طول شوي هيك كثير بارده. بيقولوا لما يكون في شمس بالشتاء برا البيوت فورا بتبرد، بتصير ابرد، يعني بتطلعي لبرا بتلاقي في فرق كثير بدرجات الحراره. خلينا برا اطفى من جوا. يسعد صباحك نيرمين، وصباح الخير لكل حدا انضم لصباحنا لليوم. رحلتنا الصباحيه بلشت معكم بدايه اسبوع جديد يحمل لكم كل الخير، الصحه والرزقه الكريمه والامنيات الحلوه. بدي صبح عليكم مشاهدينا، وايضا بدي صبح على فريقنا بالكنترول. يسعد صباحكم، وهلا السعدي بدي اقول لك يسعد صباحك والحمد لله على السلامه، اشتقنا لك اكيد. يسعد صباحك رشا، وصباح الخير لكل المشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد ونهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير والرزق وراحة البال لكل الناس. يعني العطلة الانتصافية رشا خلصت، بكرة كل الطلاب راجعين على المدارس، أكيد نتمنى بداية فصل دراسي جديد مليان بالخير لكل الناس. نروح لفاصل وبعدها بنبدأ صباحنا غير. وقبل ما نروح لذاكرة الصباح، كنا عم نقول انه بلشت العطلة الانتصافية، كان في مناشدات شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي لتمديد العطلة. يمكن الناس كانت خايفة شوي من الطقس، من المنخفضات يعني، ولكن لا، وزارة التربية حددت انه بكرة حيكون اول يوم دوام. فاليوم شوي الام هيك بتتعذب الصبح كونه عند خاصة الموظفة الصبح يعني. صحيح رشا، يعني الروتين انكسر بهي الفترة، وانت بتعرفي امه بتعرفي يعني الاولاد موعد النوم اختلف، كل شيء اختلف عليهم، فترجعي على الروتين والحياة كمان يعني انه ساتنا بظروف الشتاء شوي قاسية علينا وعلينا. فهيك خلي ان شاء الله هيك تكون رجعة مباركة للجميع. وكانت العطلة حلوة، معظمنا قضاها بالسفر. خلونا نروح لذاكرة الصباح ونشوف ذاكرة الايام شو سجلت من تواريخ مهمة لليوم. اليوم 21 كانون الثاني عبر الزمن والسنين، شهد هاليوم كثير من الأحداث اللي كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من العام 1793 إعدام الملك لويس السادس عشر باستخدام المقصلة. بعام 1930 اكتشاف كوكب بلوتو. بعام 1954 انطلاق الغواصة نيوتلوس، وهي أول غواصة في التاريخ تبدأ بالعمل. بعام 1976 إقلاع أول رحلة لطائرة الكونكورد بين باريس وريو دي جانيرو. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 21 كانون الثاني ولادتها الفنان السوري جورجوس جبارة. ومثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1950 جورج أورويل كاتب بريطاني. معلومات يمكن منعرفها أو منسمعها لأول مرة بهل تعلم. من يتوسط الترتيب بين أخواته بيتميز بالدهاء والحنكة. وهل تعلم أنه عضة التمساح هي الأقوى بين جميع الحيوانات؟ وهل تعلم أيضاً أن البكاء يسمح بدخول الأكسجين للرئتين ويخلص الجسم من الهرمونات التي تسبب التوتر؟ وأخيراً، هل تعلم أن السكر ليس له تاريخ انتهاء صلاحية وذلك بسبب احتوائه على الدهون؟ وبأول تقاريرنا لليوم، وضمن رؤية هيئة التميز والإبداع في اكتشاف ورعاية مواهب التميز لدى جيل الشباب، استضاف فندق إبلا التحضير للتصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2023. خلينا نكون بتفاصيل أكثر ضمن المادة التالية. ضمن رؤية هيئة التميز والإبداع في اكتشاف ورعاية مواهب التميز لدى جيل الشباب، استضاف فندق إبلا التحضير للتصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري للموسم 2023.
عاملين نحن مثل ما بنقول مزيج من الفئات العمرية المشاركة معنا واللي هن النخبة اللي وصلوا بعد عدة مراحل من التصفية لحتى وصلوا معنا على التصفيات النهائية. اليوم باختبارنا نحن عم يتم التقدم، طبعا إذا بدنا نحكي على الاختصاصات فهن رياضيات، فيزياء، كيمياء، معلوماتية وعلم أحياء. بيتم التقدم للاختصاصات كلياتها باختبار على مدار 4 ساعات، وإنما والمعلوماتية 5 ساعات هي تجرى بكلية المعلوماتية. بالأولمبياد أبداً ما بنعطي معلومة، نحن بنخليه هو يتوصل لمعلومة من خلال معطيات، كأنه نحن بنعطيه مشكلة ليحلها أو مسألة بده يلاقي لها حل بدون معلومة سابقة عن المسألة نفسها. فالأولمبياد فعلياً هو بيقدر يطلع هالموهبة الموجودة فيه، إنه أنا قادر حل مسألة بدون ما أكون عندي معرفة سابقة عنها، بقدر حل مشكلة، بقدر أتوصل لمجموعة معطيات أنا ما كانت موجودة معي، ماني أخذها، ما عندي اطلاع عليها سابقاً. فهذا الشيء بيخلق عند الطالب تنافس بيناتهم مثلا كطلاب فريق وطني أو كطلاب فريق عالمي، بأنه يصير عندهم موهبة أكبر بهالشيء بحيث أنه ينموا معلوماتهم، يراقموا معلومات، بيصير عندهم قدرة أكبر على حل المشاكل. هدفنا نحن مدربين الهيئة أنه نوصل للطلاب، ما مهم كتير نوصل لهم المعلومة، نحن حاليا عم نشتغل لحتى نوصل لهم طريقة التفكير، طريقة حل المسائل، طريقة التفكير المنطقي والإبداعي، يعني هذا هدفنا الأساسي حاليا لنوصل للطلاب. التحضير تضمن اختبارات في عدد من المواد كالرياضيات والمعلوماتية والكيمياء وعلم الأحياء. شارك بالأولمبياد العلمي السوري اختصاص الرياضيات، وأنا من طلاب اليافعين، حصلت على ميدالية فيه، فشاركت بالأولمبياد العلمي السوري باختصاص الرياضيات من محافظة ريف دمشق. الأسئلة كان في اليوم 12 سؤال وبكرة بيكون في 3 أسئلة. اليوم كانوا الأسئلة حلوين بس شوي صعبين، حليت الأسئلة، بتمنى انتسب للفريق الوطني وأحصل على الميدالية الذهبية. الحمد لله كانت الأسئلة، يعني الحمد لله قدمت منيح بس أكيد كان فيها صعوبة، واستفدت من هالتجربة أنه أول شيء تعرفت على ناس وكانت تجربة كتير حلوة وإشاقة، وأنا أصلاً بحب العلوم فتحمست وتشوقت وتعلمت كتير شغلات مفيدة. شاركت بالأولمبياد العلمي السوري باختصاص الفيزياء، طبعاً هي تجربة كانت كتير حلوة، وطبعاً يعني لقدام كمان في كتير خطوات لقدام، حبيت شارك فيها لأنه هي بتخلينا بتحفزنا أنه نحن نفكر بطريقة خارج الصندوق وبطريقة غير مألوفة. كانت الأسئلة حلوة متوسطة، ما أنا سهلة وما أنا صعبة، متوسطة. كان حلينا معظم الأسئلة لأنه كانت بتراعي المستويات كلها. كانت الأسئلة منطقية ومقبولة ومتدرجة في المستوى، من المستوى المتوسط إلى المستوى الصعب، ولكن لم نواجه الكثير من الصعوبة، ولكن لا يخلو أي نجاح من بعض المشاكل والصعوبات. الهدف من الأولمبياد تسليط الضوء على النخبة من المشاركين ومساعدتهم للسير حتى يصبحوا مدربين. ووصلنا أولى مساحاتنا لليوم، رح تكون ضمن المساحة الطبية، ورح نسلط الضوء فيها رشا على موضوع العين وأبرز أمراض العين. يعني نحن نعرف العين قديش حساسة طبعاً، نتيجة الساعات اللي كتير نحن عم نقضيها قدام الموبايل، شاشة الموبايل، ما رح أقول التلفزيون كأنه الكهرباء رح نقول على الموبايل، فكتير من أشخاص منلاقيين عم بيعانوا من مشاكل بالنظر، وخصوصا الأطفال وبأعمار كتير صغيرة. أكيد نرمين، مثل ما قلنا العين هي يمكن أكثر جزء حساس بالجسم الإنسان وبالوجه، يعني شوفي إذا هيك غبراية صغيرة نحن ممكن نروح لدمع لساعة. يعني اليوم حبينا ضمن مساحتنا الطبية نخصص فقرتنا لنحكي عن مد النظر، طول النظر، شو هنون هدول الأمراض، إيمت ممكن الشخص يلجأ للطبيب، وإيمت الأعراض ممكن تظهر على المريض، شو هي رحلة العلاج، الأسباب والأعراض. أكيد معلومات كتير مهمة حيعرفنا عليها ضيفنا لليوم الدكتور أشرف سرور، أخصائي بأمراض العين وجراحتها. يسعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نبلش بموضوع بقصر البصر، لما نقول إحنا قصر البصر يعني بنقصد فيه الحسر. تمام. له مصطلحين، فشو هو؟ خلينا نعرف المشاهدين فيه. هلا هو حالة مرضية، خلينا بس نعرفهم بالشيء الطبيعي لنميز الشيء المرضي. العين بشكل طبيعي عم يدخل ضوء عليها، عم ينكسر هذا الضوء لما بيمر بالقرنية وعدسة العين ليوصل للشبكية. معناتها أنا بدي شرطين أساسيين ومهمين حتى أنا شوف بشكل واضح، بدي يكون طول العين طبيعي
تمام، زائد القوة اللي عم تكسر هالضوء منطقية. فإذا كان عندي اختلاف أو مشكلة مرضية بطول العين، سواء العين طويلة أو قصيرة صار في مشكلة، أو القوة اللي عم تكسر هالضوء قليلة أو زائدة كمان في مشكلة. هلأ لنفصل بقصر البصر أو حسر البصر الميوبيا. حقيقة أنا عندي واحدة من آليتين اللي حكينا عنهم، إما العين طويلة تمام، أو إنه العين يعني طولها، طول العين، العين حجم طول الطبيعي حجم؟ كطول تمام، بين 22 ل 26 ميلي، هذا الطول زايد عن الطبيعي، فهي أحد الآليات المشكلة اللي عم تسبب هالمشكلة، أو إنه القوة اللي عم تكسر الضوء اللي فايت للعين هو زايدة. طيب يعني شو معنات هالكلام؟ أو التنتين سوا، معناته إنه خيال الجسم اللي أنا عم شوفه عم يجي قدام الشبكية تمام، فبالتالي أن الجسم البعيد عم يجي خياله أمام الشبكية، كل ما قرب مني هذا الجسم عم يقرب من الشبكية. لذلك المريض يلي عنده قصر بصر أو حسر بتلاقيه هو بيقول لك أنا دكتور الشغلات البعيدة ما بشوفها، شيء قريب مني كل ما قربت أنا منه أوكي بشوف، أما إنما الأشياء البعيدة ما عم بشوفها. هي هي الخلاصة اللي بتخص قصر البصر أو الحسر. طيب حكيت دكتور نقطة بأعراض قصر النظر، وقالت إنه الأشياء البعيدة ممكن تكون ضبابية أو دخان، خلينا نقول تشبيه دخاني، إنه ممكن يكون هيك خيال إنه يشوفها، وكل ما قربنا بيكون طبع. الرؤية أوضح. هذا واحد من الأعراض، إذا بدنا نذكر أو نفصل أكثر بالأعراض. حقيقة هو هذا العرض الأساسي، يعني رح نتطرق فيما بعد للمد له أعراض أخرى، إنما الحسر العرض الأساسي اللي بيشكي منه أني أنا شغلة بعيدة ما بشوفها. بس الأهل بيلاحظوا تمام أنه الطفل بيقرب على التلفزيون، بيقرب على أي شيء ليشوفه، بيقول لك أو حتى بالمدرسة ما عم يشوف من بعيد، اضطرت المدرسة أنه تقربه المقاعد الأولى حتى يقدر يشوف، رغم هيك في مشكلة. فهي الشكوى الأساسية أنه أنا الشيء اللي بعيد ما عم شوفه، إنما صار شيء قريب مني صار أوضح إلي. إذا كان هذا الحسر عالي ومرضي ودرجاته عالية ممكن يسبب مشاكل للشبكية، إلى علاقة بالذباب الطائر، بصير بيظهر بأعمار أصغر، بحس إنه في نقطة سوداء قدام عيني عم شوفها، أو مشاكل شرر ضيائي أو بهر ضيائي، هذا إذا عمل شيء مرضي بالشبكية. أما الشيء العام إنه أنا دكتور الشيء اللي بعيد ما عم شوفه بشكل واضح، هذا العارض الواضح الشكاية الأساسية الأهل المفروض يستندوا عليه. تماما. طيب حكينا عن قصر البصر أو حسر البصر، رح نروح لطول أو المد نحن بنسميه، خلينا نعرف المشاهدين شو هو مشان نقدر نحن بعدين نعمل مقارنة بيناتهم. هلا نحن حكينا عندي طول للعين وعندي قوة كاسرة، هلا العين صارت صغيرة قصيرة يعني قل الطول تبعها، أو إنه القوة الكاسرة الموجودة بالعين قلت، فبالتالي هذا الخيال عم يجي خلف الشبكية مو أمام الشبكية. هي هو مد البصر تمام. شو هي الأعراض اللي بدنا نحكي عليها؟ حقيقة هو العكس تماما، الأشياء القريبة عم يعاني منها سواء الطفل الصغير أو الكبير، مريض بشكل عام مريض المد، الأشياء القريبة ما عم يشوفها بشكل واضح، فهذا الشيء بيخليه مزعج، يعني على القريب ما عم يقدر يشوف بشكل واضح. الأطفال عندهم شيء بيعاوض هي المشكلة المرضية اسمها المطابقة تبع العين، ببساطة هي تشنج بالعضلات يلي هي ماسكة عدسة العين، بحيث انه هو لما عم يطلع على القريب صار يشوف بس عم يطبق جهد تمام. هذا الجهد شيء طبيعي ما يكون لهالدرجة، هي هو عم يحاول يعاوض ويتغلب على المشكلة اللي عنده، بالتالي هو من أحد الأعراض له، غير أنه هو على القريب ما عم يشوف منيح. الأعراض الثانية هي الإجهاد البصري. شو يعني إجهاد بصري؟ يعني كتير بيشكوا الأهل أو الأطفال طلاب المدارس أنه الدكتور بس مسكت الكتاب بلش يدرس 10 دقائق ربع ساعة صار يوجع راسه، يحس تقل بعيونه، تقل بجبينه، ما عم يقدر يركز، صاروا الحروف يفوتوا ببعضهم. فهي أهم المشاكل تمام. في شغلة بدنا ننوه إلها كتير مهمة، لما عم يصير هذا التشنج أو عم يصير هي المطابقة حتى نتغلب على مشكلة مد البصر، ما عم تصير لحال، عم يصير في تقارب بالعينتين، يعني العينتين عم يقربوا من بعضهم، وهذا الشيء بيأهل حقيقة لموضوع بيأهب لموضوع الحول. يعني الأطفال يلي عندهم مد بصر هن النسبة الأعلى يلي منلاحظ عندهم وجود الحول الأنسي، إنه بتلك العين فاتت لجوه، وهذا إذا ما عالجناه بوقت مبكر بالنظارات المعينة لنخفف هذا الجهد عن العين رح نوصل لنتائج مزعجة فيما بعد. طيب من حديثك دكتور يبدو الأطفال هنن أكثر عرضة اليوم للإصابة وبعمر مبكر، يعني خلينا نحدد اليوم كعمر، يعني وإيمت يمكن بشتد بالعمر 30 والأربعين؟ لا، الحسر البصر اللي حكينا عنه بالبداية بيبدأ بالأعمار من عمر 5 سنوات، إنما زروته بأعمار سنين المراهقة بين 11 إلى 17 سنة، لأنه عم يصير تركيز أكثر وقراءة أكثر، فهذا العمر هو العمر الأشيع أنه نحن نلاقي فيه. أما مد البصر هو عادة أشياء بعد عمر 40، يعني بالأعمار الكبيرة بيشكوا كتير المرضى أنه أنا ما عاد شوف الشغلة على قريب، عم بضطر بعدها حتى أقرأ، في
فيها بشكل واضح. فهي ذروتين للأعمار. طيب نحن الأهل كيف نوعيهم وننصحهم؟ أنا بقول دائما أنه صار عمر الطفل 6 سنوات بده يدخل المدرسة، خلينا نعمل له فحص لمرة واحدة نستكشف إذا في عنده درجات، في عنده قصر بالبصر، في عنده طول بالبصر، في عنده أي مشكلة نحن موجودة ممكن نحلها ونعالجها. طيب إذا هن ما راحوا أو أنه بدهم يتأكدوا أكثر، مثل ما حكينا لما عم نلاقي الطفل عم يقرب ليشوف، مو دائما نحن ننبهه انه بعد ورجع له ورا، ممكن في مشكله يعني الطفل ما عم يشوف لذلك عم يقرب. بس نحن بنلاحظ دائما الاطفال عندهم هي العاده انه بتلاقيهم طاحشين على التي في على الشاشه، خلينا ننفي انه في سبب وبلا سبب يعني. فنحن بنقول له يعني اريد يرجع لورا لا تاذي عيونك يعني، فلازم تنتبه على هي النقطه، بجوز يكون في مشكله. لا رجعنا لورا بس بجوز هو مو شايف لذلك هو عم يقرب، بدنا نتاكد نحن من هذا الموضوع بانه نفحصه. الموضوع الثاني كثير بنعاني منه، الاهل بيفكروا انه الولد انه ما بده يدرس او مو حابب يدرس، بيقرا شوي بصير يبكي بدمع عيونه بيقول له راسي عم يوجعني، بفكر هو مو حابب. كمان هي المشكله لما يصادفوها الاهل نطمن على الطفل ونفحصه ونتاكد انه ما عنده مد بصر عم يعمل له اجهاد وعم يعمل له ازعاج بالقراءه والدراسه. طيب دكتور، مع موضوع مد البصر او حصر البصر بيكون في شيء مرافق يعني مشكله ثانيه هي انحراف دائما بنسمع فيها، خلينا نعرف اكثر شو هو موضوع الانحراف اللي بيصير. الانحراف بدي اوضح الفرق بينه وبين الحول. ايام الاهل بيخافوا انه الولد عنده انحراف مثلا، انه شو انحراف؟ الحول هو العين كلياتها حاوله او منحرفه، انما الانحراف او الاستجماتيزم اللي عم تحكي حضرتك عنه هو موضوع انه الصوره اللي عم شوفها انا منحرفه مشوشه على القريب وعلى البعيد، في قوه بالقرنيه ما انا ظابطه عم توصل الصوره بشكل غير منتظم للقرنيه، كمان تصحيحها بالعدسات، انما هو بيرافق ممكن يرافق مد البصر وممكن يرافق قصر البصر او الحسر. تمام، وبيعمل بيشتكي المريض من تشويش للقريب والبعيد سوا، وكمان موضوع اعراض الاجهاد البصري هو ما عم يشوف بشكل واضح وعم يتضايق بالتدقيق سواء للقريب او البعيد. خلينا نروح لخطه العلاج بالحالتين، حكينا اعراض وحكينا قديش بياثر على وظيفة العين. اليوم ممكن في حلول بين العدسات اللاصقة وبين النظارات، وآخر شيء ممكن اضطر الطبيب يروح للجراحة. خلينا نفصل بهدول الحلول، وإيمت الطبيب بيقول أنا بحاجة لجراحة اليوم؟ بداية هي الحل الأساسي هو موضوع النظارات، سواء عنده حسر أو عنده مد أو عنده انحراف لابؤرية، أنا بدي لبسه نظارة صحح له هاي المشكلة. العدسات اللاصقة نحن الأطباء ما بنفضلها لأنه لها مشاكل كثيرة، حتى لو كنا عم نعتني بتعقيمها ومتابعتها، إنما ممكن تأهب بحالات نادرة لمشاكل خطرة بنقول يا ريت ما لجأنا لها، إنما بحالات معينة مناسبات معينة أكيد يكون المريض بعمر مناسب واعي كيف يستعملهم. يعني طفل أنا ما فيني أحط له عدسات لاصقة مو عارفان شو هي العدسة اللاصقة وكيف بده يتعامل معها. الجراحة ما في وقت ولا في حالة مرضية أنا بتجبرني أني أعمل تصحيح بصر بالليزك أو الليزر مثلا، إنما هو موضوع قرار، المريض مل من النظارة صارت متعبة له بحياته اليومية، قرر أنه بدي استغني عن هاي النظارة. في شروط للموضوع، الشرط الأول أنه هو يكون تجاوز عمره 18 سنة، يعني أنا بهذا العمر يفترض أنه بلشت العين تأخذ شكلها النهائي ودرجاتها النهائية. الشرط الثاني مع عمر ال 18 أنه تكون الدرجات ثبتت، يعني أنا براقبه كل 6 شهور بلاقي الدرجات ثبتت لمدة 6 شهور كاملة مثلا، وقطع عمره 18 سنة بس تحققوا الشرطين وكانت الصورة تبع القرنية بتسمح أني أنا أتداخل عليه جراحيا بموضوع الليزر أو الليزك، فبطبق هي الخطة الجراحية. طيب حكيت دكتور الشروط يلي بتخليني انا اقدر من خلالها فوت على عمليات الليزر او الليزك، ايمت ما بقدر انا اسوي ليزر او ليزك؟ بنشوف بعض الحالات اشخاص بيحطوا لسنوات طويله نظارات، بيروحوا لعند الطبيب ناويين يسووا العمليه بيقولوا له انه ما بتقدر، او بيضطروا يمكن يسووا اجراء جراحي تماما حتى يقدروا يفوتوا على هذا الموضوع. خلينا نوضح اكثر. الشروط انها اذا كان عمره تحت 18 هو حكما ما حيقدر يعملها. طيب اذا كان الدرجات مو ثابته، يعني انا مريضي عمره 23 سنه عنده درجتين حسر، بعد 6 شهور لقيت هالدرجتين صاروا 2.5، فأنا مو من الحكمة إني فوته وأعمل له ليزك تصحيح بصر، لأنه ممكن بعد 6 شهور بعد العملية يرجع يزيد 0.5 درجة، فهي من أهم الشروط. طيب إذا كان الشرطين تحققوا اللي حكينا عنهم، شو الأمور الثانية اللي بتمنع؟ إذا كانت صورة القرنية طبوغرافيا القرنية
ما كتير آمنة، يعني سواء سماكة القرنية ما بتسمح أني أنا أشيل هاي الدرجات، أو أنه شكل القرنية، تحدب بالقرنية، القرنية فيها ارتفاعات، فيها مناطق ما أنا منتظمة، ما بقدر أنا فوت المريض. ليش؟ لأنه أنا لو عملت له هذا التصحيح فيما بعد لح يعاني من مشاكل أكبر وأعظم بكتير من موضوع النظارة اللي كانت عنده قبل. كمان نحن بنقول للمريض بهيك حالة أنه في عنا خيارات جراحية بديلة، إذا ما كان الموضوع عن طريق القرنية ممكن نزرع عدسات جوا العين تصحح هي المشاكل وتخلصوا من النظارة إن شاء الله. طيب بحال اضطر اليوم أنه أو كان القرار بإجراء عملية جراحية، خلينا نحكي هل في ممكن يكون في نسبة للفشل بالعملية وبعد العملية؟ أكيد في إجراءات اليوم المريض لازم يتبعها كرمال خلينا نقول رحلة استشفاء. يعني دائما إذا كان تحضيرنا جيد للمريض، شروط كلها محققة، صورة القرنية آمنة وسليمة، ما في يعني إمكانية للفشل. إنما التحضير غير الجيد للمريض أو استعجال المريض أوقات شروط ما صحية، هذا الشيء لح يحقق نسبة من الفشل. تمام، تختلف حسب كل مريض، يعني إحنا ما فينا نحدد له. إنما جراحة تصحيح البصر بالذات هي من الجراحات الآمنة، لما بيندرس المريض صح وبتحط الأسباب صح، فأنا إن شاء الله تعالى ماشي لطريق صحيح وآمن وسليم للمريض. تمام. اي عمليه، اي اجراء جراحي سواء زرع عدسه او تصحيح بصر بالليزر، اكيد في اطراف بدنا نتابع فيها، بدنا ننتبه من موضوع تعقيم العين، موضوع انه ما يقرب مي على العين، ما يفرك عينه. هي الامور التعليمات تختلف حسب العمل الجراحي اللي احنا قمنا فيه ونوعيته، انما ضروري كثير المريض يلتزم بهي التعليمات حتى ياخذ النتيجه الافضل من اي اجراء قمنا فيه. طيب دكتور، ذكرت موضوع الليزر والليزك، خلينا يعني نوضح للمشاهدين شو فرق بيناتهم. تمام، هلا الليزك نحن عم نعمل شريحه. شو الشريحه؟ مثل الباب لما رديناه من طرفه بس ضل من طرفه موجود، وطبقنا الليزر تحت منها، ردينا رجعنا هي الشريحه، تمام، التحمت لحالها. اما الليزر لا، نحن عم نجي بمشرط عم نقشط قشط كامل للطبقه السطحيه من القرنيه او الطبقه الظهاريه ونطبق الليزر. فالجهاز نفسه، يعني الليزر نفسه، انما التكنيك اللي انا عم اتبعه بالليزك عم بعمل شريحه، رد على طرفها وطبق ليزر ورد رجع هي الشريحه تلحم محلها. انما الليزر لا، انا عم بعمل قشط كامل للظهاره وبس خلصت بحط عدسه لاصقه فوق منها وبنطر العين لترمم حالها بحالها. تمام، نسمع بين الاشخاص بيقولوا انه انا عملت ليزك احسن من الليزر، فهو شو هي الأحسن؟ يعني أنه تقنية مختلفة ولا تحمي العين يعني أكثر؟ تمام، هلا طالما في شريحة والتحمت الشريحة بيبقى قد ما كان الإنسان متابع ومهتم، نقاط التحام الشريحة هي نقاط ضعف، يعني لا سمح الله في المستقبل تعرض لرد قوي، ضربة قوية على العين، ممكن تفتح هي الشريحة، ممكن يصير في عدم انتظام فيها، لأنه هي نقطة ضعف موجودة بموضوع الليزك. تمام، أما الليزر لا، رممت العين حالها بحالها، فنحن أمام متانة وأمام قوة للقرنية بتطمننا أكثر للمستقبل. فأنا بالعكس تماما، إذا المريض كان فيني اشتغل له الليزك أو الليزر، تمام، بأركي لا، فضل الليزر. لأنه صحيح هو بعد العملية لح يعاني من أعراض الدماع والحرقة بالعين وألم بالعين لمدة أسبوع تقريبا، خصوصا أول يومين مزعجين، إنما أنا بكون اطمنت عليه فيما بعد، يعني من مبدأ أنه وجع ساعة ولا كل ساعة. دكتور أشرف، بنصائح أخيرة وسريعة هيك لكل حد اليوم عم نشوفنا كرمال نضوي أكثر على هذا الموضوع، اليوم شو بننصح المشاهدين؟ ننصح المشاهدين دائما بمتابعة دورية مع طبيب العيون. الأطفال خلينا ببداية دخولهم المدرسة نفحصهم لو مرة واحدة، إذا ما كان في اي مشكله بنتابع بشكل روتيني، في مشكله بخبرنا الدكتور بالوقت اللي نحن بدنا نتابع عليه. انتبه دائما انه الاطفال بسلوكهم بدراستهم اذا مو مرتاحين معناتها في مشكله، عم يقربوا ليشوفوا كمان في عندي مشكله. فرك العين، يعني حساسيه العين لما الاطفال عم يتحسسوا عيونهم ويفركون، هذا الفرك عم ياثر على القرنيه، يضر القرنيه، يؤدي لي لمشاكل فيما بعد، ما نتركه، ما نستهون فيه او نجيب اي قطره وبشكل عابر. فدائما الالتزام والاهتمام الدائم بصحه النظر بجنبنا مشاكل خطيره من البدايه ان شاء الله. دائما بيقولوا قطرة العين كتير مهمة، حتى لو ما في أي وجع بالعين أو أي مشكلة، ترطيب العين، نحن شو رأيك حكيم؟ إنه نحن مفروض دائما يعني كل ثلاث شهور نستخدم قطرة لنرطب العين فيها؟ أنا بقول الشيء الطبيعي هو أحسن من أي شيء صناعي. تمام، الأطرات الموجودة اليوم في أطرات خالية من المواد الحافظة وأمورها كويسة. إنما إذا المريض عم يتبع العادات الصحية، ما عم يسهر كتير، عم يخفف ضوء الجوال، ما عم يقعد أعداد طويلة على الجوال أو الأجهزة التاب أو اللابتوب، ما وصل لمرحلة الجفاف، فليش حتى يستخدم قطرة مرطب؟ أما في حال وجود الجفاف خلص هو لا حول ولا قوة، بدنا نستخدم الأطرات ونتابع. يعني بالختام بدنا نشكر كثير وجودك معنا الدكتور اشرف السرور الاختصاصي بامراض العين وجراحتها، شكرا كثير لك المعلومات اللي قدمت لنا اياها. يعطيكم العافيه وشكرا لكم. اهلا وسهلا حكيم، نورت صباحنا.
أما نحن مكملين معكم بصباحنا لليوم، وقبل ما نروح لمساحتنا الثانية خلونا نروح لموجز لأهم الأخبار السياسية المحلية والدولية مع زميلنا علي معلا. يسعد صباحك يا علي. صباح الخير لك رشا ولنيرمين ولضيفكم الكريم. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. بدأت في العاصمة الإيرانية طهران فعاليات المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات في كل المجالات. هذا وتشارك في المؤتمر الدكتورة بثينة شعبان المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية ممثلة للسيدة الأولى للجمهورية العربية السورية أسماء الأسد، وذلك على رأس وفد من السيدات السوريات بدعوة من الدكتورة جميلة سادات علم الهدى عقيلة الرئيس الإيراني. قتل متزعم في تنظيم داعش الإرهابي واثنان من مرافقيه خلال عملية نفذتها القوى الأمنية في بلدة المزيري بريف درعا الغربي. مصدر أمني قال إن القوى الأمنية اقتحمت مقرا لتنظيم داعش الإرهابي في الحي الشمالي لبلدة المزيريب واشتبكت مباشرة معهم، أدى إلى مقتل المتزعم الإرهابي محمد علي الشاغوري الملقب أبو عمر الشاغوري، وهو من القيادات المتبقية للتنظيم في ريف درعا الغربي والمسؤول عن عمليات الاغتيال والاعتداءات التي كانت تجري في المنطقة. ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي التقدم المحرز خلال العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس. الكرملين في بيان قال جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث أبلغ وزير الدفاع سيرجي شويغو المشاركين عن زيارة مقر العملية بداية الأسبوع، كما نوقشت القضايا الراهنة على جدول الأعمال الاجتماعي والاقتصادي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني أن سبب غضب الغرب من الحرس الثوري هو أنه أكبر منظمة لمكافحة الإرهاب في العالم. كنعاني قال في حسابه على موقع تويتر إن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هو أكبر جهة إرهابية منظمة في العالم، والنظام البريطاني هو مؤسسه، والنظام الأمريكي هو أكبر داعم له، مضيفا إن سبب غضب النادي العالمي للإرهابيين من الحرس الثوري هو واضح. نهاية الموجز، عودة الآن إلى رشا ونيرمين لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك يا علي وبقيت نهار حلو لك. أما نحن مكملين معكم بصباحنا لليوم، وصلنا الفقرة عم تحمل هيك لأن الأشغال اليدوية، واليوم ضيوفنا الأم وبنت. أول شيء يعني لفت نظري هي دائما صلي على النبي اسعد خير شوف تذكري هالاضاعه ضيعه اكيد ما بتنتسى. مثل ما قلتي رشا، اليوم فقرتنا مميزه، عم نحن دائما بصباحنا غير بنضوي على المشاريع الصغيره اللي بتكون خصوصا بعالم الحرف اليدويه، واليوم مشروعنا مميز لانه الام والبنت موجودين معنا. رح نحكي اكثر عن المشغولات اللي بيشتغلوها اليوم، واكيد بيسعدنا نرحب بالسيده رانيا خباز والانسه ساره الفراني. سعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور. قد ايه اليوم حلو تكون الام والبنت اول شيء رفقه عمر وزملاء مهنه، يعني كثير حلوه، وهي كان الحلم بصراحه. انا بشتغل هي القصص من صغري، من عمر ساره واصغر كنت، وكنت حابه كثير، انا عندي بنات فحابه كثير حدا منهم يكمل اللي انا بشتغلوا، طلعت ساره هيك بطريقه الصدفه اكتشفت نفسها طلعت لامها. ساره صباح الخير لك. خلينا هيك نبلش معك ونحكي اليوم عن بدايه عملك. خبرتنا اليوم مامتك انه انت بلشتي اخذتي منها اليوم شيخ الكار، بالنسبه لك هي الام، يعني خبرينا اكثر. صراحه انا يعني بس خلصت بكالوريا كنت حابه اعمل شيء يعني لحالي لنفسي، كون اسم الي، ففكرت بالموضوع وقلت لاهلي انه انا حابه اعمل هذا المشروع وبلشت. انا تقريبا صار لي 4 شهور مبلشه. حلو. والحمد لله يعني بلشت واموري تمام.
خلنا فورا هيك عشان نستعرض المنتجات اللي عم تكون بال نبلش من هون. هدول شغلك؟ هدول شغل مين؟ أنا شغل شجرات. شغل مين هدول أول شيء؟ شغلي هدول الشجر شغلي. سارة بتشتغل بالكروشيه والشناتي. خلينا نبلش بالشجرات أول شيء. هدول كتير منشوفهم بالبيوت السورية يعني. حلوين شجر. صح. حلو. من شو مكونين؟ خلينا نحكي. هلا عنا أسلاك لولو جبسين هالقصص. مواد بسيطة. مواد بسيطة طبعاً. بس إنه تكونيات كتير شجرة وقطعة حلوة كتير يعني. قد ايه اليوم هاي القطعه بتاخذ وقت منك؟ هلا هي ما بتاكل وقت كثير، بس بما اني ست بيت وعندي اشغال ثانيه يعني فانا يعني شغله جمعة زمان لاكملها. اليوم يعني الموديلات وقت انت اي شيء حابه تساويه بتعتمدي على هيك الابداع اللي عندك، او ممكن اليوم تروحي للانترنت لتاخذي افكار؟ ايه انا يعني عندي صفحات اللي بالفيس كلياتها بتحسيني براقب هاي القصص والواحد بيتعلم وبيطلع اللي عنده. ايه صحيح تمام. هاي البنت كمان بومة الظريفة. بومة سنوبا. سنوبا وماش خشب. هاد شغلك سارة؟ لا هاد شغل ماما. انا شغلي الشنط. هدول قد بتاخذ هيك قطعة منك وقت؟ يعني اكيد ما مبينة ما اخذت شيء. هي مساوية حالها بحالها. ايه بس يعني تنسيقات معينة ودهنتيها بشيء يعني شايفة فيه لكار. لكار ايه. وهي الرجلين انا قاصصتها على خشب يعني ومكونتها. هاد شغل سارة. خلونا نشوف اليوم تاتي هاتيها نرمي. الام او البنت شو رايكم؟ هلا بس انا اقول شغلة، سارة منظمة حفلات قبل ما تكون هاي القصص يعني. طيب. انا شغلي الاساسي تنظيم حفلات. تنظيم حفلات هدايا. حلو. بنحكي رح نحكي عن هاي القصه اليوم. كمان هذا شغلك الجزادين. اليوم كثير عم تعتمدوا على اللولو تقريبا بكل القصص اللي عم تشتغلوها. هلا هو دارج ايه يعني بس الصبايا كثير بحبوا هلا هيك. طيب خبرينا اكثر عن شغلك ساره، شو اكثر شيء بتشتغلي عليه غير الجزادين؟ هلا انا بشتغل الجزادين تنظيم حفلات وتنسيق هدايا. طيب خلينا شو معك فرجيني. انا كمان يمكن هون شغل المدام رانيا صح؟ ايه. طيب هون شو مستخدم من خشب؟ لا رمضان اي خشب تعليقة من طمع. خشب والوان بس يعني. قرب رمضان رشا. قرب يعني عم تمضى هيك الايام. لا وانتو بخير. وانتو بالف خير. خلينا نحكي اليوم عن المواد الاوليه، عن الاسعار. اليوم اي شيء حابه تشتغلي عليه حتى لو كان يوم بسيط عم تنزلي على السوق، بين يوم والتاني عم يفرق معك اسعار. فاليوم كيف اليوم عم تحاولي اليوم تظبطي؟ نحن يعني مهنتنا بتتضمن كل الخامات شو ما خطر ببالك. النحاس، الأسلاك، اللولو، القماش، الخشب، كل شيء. ومثل ما قلتي كل شيء يوم عن يوم عم يغلى أكثر. هيك البلد وهيك ظروفها. سارة عم شغلي تسويقيا بهي القصة؟ ايه طبعا. هلا انا اول ما بلشت عملت صفحة فيس، صفحة انستا، خصصت رقم للشغل وبلشت اول شيء ضفت رفقاتي اهلي، بعدين يعني صار عندي هيك عالم. قديش حلو هاي القصص. نحن قديه نتابع الصفحات بنشوف شيء مميز بنوصي يعني. صح. كمان خلينا نحكي عن نقطة مهمة، كنت عم تحكي رش عن موضوع التسويق، عم تستخدموا موضوع السوشيال ميديا، البازارات، شو أكثر شيء عم بيكون عندكم منفذ للتسويق ولتعرضوا خدماتكم ومنتجاتكم للعالم؟ صراحة هو الفيس أكثر شيء أنا شغالة عليه، وشاركت ببازار بكرة أحلى مع السيدة مدام عروبة السيد. ويعني استفدت منه بصراحة، هيك عملت دعاية لحالي وجاني ناس. يمكن تعلمتي من خبرات موجودة بقلب البازار. يعني اليوم نحن أي معرض نشترك فيه أي بازار، يعني اليوم نحن عم نأثر ونتأثر بالأشخاص بالمواد اللي عم تنعرض. يعني شو أكثر شيء فادك ضمن هي المشاركات؟ هلا أنا بس شاركت مرة ومشاركة هلا المرة الجاية على عيد الحب وهيك مثل ما قلت لك عم تحضري له؟ أنا عملت دعاية. إيه طبعا. هلا كمان خلينا نحكي معك بموضوع، ذكرتي تنظيم الحفلات، يمكن هذا الموضوع بلش هيك ياخذ ضجه اكثر بالفتره الاخيره. يعني بنشوف صبيه عندها حفله تخرج، في عندنا مثلا موضوع الزواج لحاله، الخطوبه، حفله توديع، العزوبيه، في سلسله بتكون من الحفلات بيحبوا الصبايا اكثر شيء يعملوها. قديش اليوم بتحسي هي الخدمات صارت مطلوبه ورائجه اليوم بالسور السوريه، وكيف تقدري تميزي حالك؟ يعني كمان شفنا كثير اشخاص عم يقدموا نفس هي الخدمات. صح. هلا اول شيء مثل ما قلتي كثير مطلوبه،
بميز حالي ما في يعني ما في حدا بيشبه الثاني مستحيل، كل واحد له لمسته الخاصة له يعني تأثيره هو، عرفتي يعني مستحيل. يعني شو الشغلات اللي بتقول سارة أنا مثلا بكل خدمة بدي أقدمها لازم تكون موجودة، شو الشغلات اللي بتحرصي عليها لحتى أنت مثلا تقدمي خدمة تعجب الشخص اللي طلبها منك؟ يمكن حلو اليوم تتميزي بشيء يكون لك بصمة خاصة، يعني وقت اللي بتكوني أنت بمكان لتنظيم شو أكتر شيء بتركزي عليه؟ هلا ما في مثل ما قلت لك يعني حتى لو حدا اعطتني صوره انا ما فيني اعمل نفس الصوره، اكيد يكون لي يعني لمستي الخاصه مستحيل تطلع يعني الا انت شو انت عم تحسي فحيطلع معك. هلا هي كثير ثقيله بس انا رح ارفع حرام يعني مش تغلينا. هي شغل مين اول شيء؟ هي من عندك الام هاي ما صح؟ كمان القطع كثير حلوه عم تعتمدي فيه على الخشبيه صح؟ عمار وين وعمار طلع معنا بالكاميرا. طيب شو هدول قطع شو؟ خشب خشب. شو نوعية الخشب؟ مقطعتيهم هي عم نقول لأنه قطع أي نوع خشب بدي يمشي حاله أي نوع خشب بس أخذي شغل كتير هاي شغل كتير هذا اللي عم نحكي بس قديش حلوة ومرتبة وبتعطي دفى بالبيت. أنت وقت تشوفي القطعة طلعت حلوة بالنهاية بيطير التعب وبيروح وبتصير تفكري بشي قديش أخذة منك وقت هاي تقريبا؟ والله أكلت فترة منيحة ما عم قلك لأني ما بقعد قاعدة كاملة يعني لخلص القطعة فأكلت فترة منيحة من الزمن. تكلفتها صارت مرتفعة؟ لكن اليوم شو مستخدمين بس خشب والمرايا بس؟ يعني اليوم اي حدا اليوم حابب يحطها بالبيت بده تتثبت بطريقه كثير قويه لانها ثقيله كثير ثقيله يعني انا خايفه عليها ما شفتيني عم سندها بايدي. طيب خلينا نحكي اليوم هيك على رمضان، قلتي انه في تجهيزات حتكون على رمضان ان شاء الله. هلا نحن ايه محضرين هدول القمر وال شو بدي اقول لك عنهم هدول الهلالات والفوانيس في الرجل اللي بيصح شو بيقولوا له المسحر ايه تبع رمضان ايه عاملينه هيك على مجسمات صغيره يعني ايه هدول القصص يعني قديش حلو نحن بهذا الوقت ورغم الصعوبات اللي نحن بنعرفها بسوريا نحن عندنا مشروع عم نشتغل عليه. خلينا ننتقل للصعوبات اللي عم تواجهكم كل واحد ضمن مجاله، شو ابرز الصعوبات؟ هي انا ما عندي صعوبه بصراحه، انا هي هوايتي من الصغر. انا ما بسوق ولا ببيع ولا انا بحب اشتغل لنفسي لبيتي للي حوالي لاهلي واخواتي وكذا. كم سنه صار لك؟ ايه هلا صل عم اقول لك انا من عمر ساره بشتغل بس هلا ساره هي اللي طرحت هاي القصه انه البازارات وكذا ونشترك وهي اول مره عرفتي فما عندي صعوبات بشيء بصراحه. حبيت التجربه لاني بحبها هاي القصه انا فما بلاقي اي صعوبه. وسارة شو اليوم الصعوبات؟ يعني انت اليوم عم تبلشي مشروعك الصغير بعمر صغير يعني اكيد في تحديات وصعوبات عم تواجهك. اكثر شيء صعب بلاقي اول شيء لاني انا لحالي وقت بدي اطلع اشتغل فانا لحالي هي يعني بدها تاخذ مني وقت هي الصعوبه. مثلا الاسعار عم تزيد هي شغله كمان العالم بتلاقيها ما بتصدقك انه معقول كل هالقد. بتتفقي انت اليوم مع الشخص على سعر معين بتكلفه معينه فبتنزلي اليوم بس يعني اليوم حلو مشروع ساره يعني انت اليوم مو غلط تكبري مشروعك وقت اللي بتتمكني من الوضع اكثر يكون عندك فريق اليوم انت تطلع انت وفريقك يعني بالتنظيم والتزيين الصالات. اليوم كمان عم نشوف اليوم شغلات بتخص البيبي استقبال البيبيات تزيين وقت الولاده سوفينيرات حلوة هاي القصص كتير حلوة. مين اللي مساواها؟ أنا. بس قديش إنه حلو إنه أنتي مانك مختصة بشيء يعني فيني. يعني استخدمي أي مواد يمكن. شو بتقع عيري عليه ممكن بحب جربه وساوي يعني. والحمد لله كله عم يطلع ظريف. طيب كيف قدرت تطوري هاي المهارة اللي عندك يعني بالممارسة ولا كنتي تحضري فيديوهات ولا سجلتي دورات؟ بشوف على الفيس بشوف يعني ناس عاملة كذا مثل ما قالت سارة الواحد بضيف هو شو عنده. أو بيساوي على طريقته مثل اللي شافه بس على طريقته يعني. سارة اليوم بس عم نشتغل بجزادين أو ممكن في شيء تاني اليوم اشتغلتي؟ أنا بشتغل جزادين. هاد إليك؟ هاد شغل سارة اليوم. هذا خيطان كليم وفي بلكسي. شو الخيطان؟ كليم. شو يعني اليوم كرمال نوضح أكثر نوع الخيط؟ هلا هو خيطان صوف كليم يعني قريب على الصوف؟ بتجي لا اسمه كليم بتجي عريضة هو قماش هو بيجي عريض أساسه وبلكسي وخشب. قديش عم تلاقي هيك قطع مطلوبة اليوم الصبايا عم يحبوها؟ مطلوبة كثير هي بصراحة بس بتكلف يعني مكلفة. هيك قطعة ممكن تكون غالية هلا هيك مطلوبة؟ غالية.
هلا بحسها انه هي ما بعرف للزينه اكثر من انه لا هي مطلوبه كثير. عم يحملوه كثير مطلوبه. طيب خلينا نحكي اليوم انه اليوم كتعليم، يعني اليوم حضرتك خلينا نقول حتى لو كانت الخبرات شخصيه واشتغلتي على حالك، اليوم بتتفكري اليوم تعملي مشروع انك تدربي حدا يعني يكون تعمل؟ بحب كثير تخطر هالفكره على راسي يعني. وبحب الصبايا، بحب شوف الصبايا عم تشتغل. ليه ما بتشتغلي يعني ليه ما بتحاولي اليوم اي حدا عنده حلم بحياته؟ نحن بنسعى يعني اليوم للحلم حتى لو كانت بعيدة القصص يعني، ولكن واحد بيقول انا جربت يعني. ايه صح والله، يا ريت. هلا انا مبلشه ببناتي يعني، بضلني بقول لهم انه شوفوا شو عندكم مواهب، جربوا كذا، ساعدكم، عرفتي؟ فايه ليش لا، حلوه الفكره، يا ريت. أكيد كل واحد فينا لما ببلش بمشروع دائما بعد الانطلاق ويحتك مع العالم ويشوف ردود أفعالهم بيطمح مع كمان مع كل بداية سنة جديدة لا يمكن تطوير مشروعه. خلينا نحكي سارة، بالنسبة لك كيف عم تفكري تطوري حالك أكثر بهذا المجال؟ صراحة أنا قلت لك إلي 4 شهور مبلشة ببداية السنة، هيك قعدت وعدت حالي إنه خلص هاي السنة بدها تكون سنتي عن جد يعني. إن شاء الله. فإن شاء الله عم بشتغل على الموضوع، ما قلت لك شاركت ببازارات وهيك يعني. شفتي الهدف؟ قالت انه هي السنه، انا هي سنتي يعني. طالما اليوم هيك دائما نحن بنقول انه رغم الظروف اللي عم نعيشها، رغم الامكانيات، ولكن دائما بنقول انه الاراده. وقد ايه حكينا نحن ببدايه العام عن وضع خطط جديده للسنه الجديده، فصار اليوم نموذج حلو. ساره شو اول قطعه اشتغلتيها؟ هلا اول قطعه اشتغلتها عملت شنتايه اول شيء. قد ايه كانت نسبة جماليتها؟ اليوم الأم هي المعلم وهي اليوم بدك تقيمي حضرتك يعني. لا سارة، يمكن بحياتي ما كنت فكر إنه تفكر تشتغل هيك قصص يعني. أنا سارة هي عصبية شوي، ما لا بحس ما لا خلقتي خجولة يعني. مبيني خجولة إيه لا في عندها عصبية إيه، بس لما بلشت عن جد أنا فرحت كتير وانبسطت وحسيت إنه من شغلة لشغلة، عرفتي؟ ما عم تقعد، بدها تضلها تتعلم شغلات جديدة. إيه بصراحة أنا فتحت يوتيوب، شفتهم هدول الشناتي انا حاببتهم، دغري فتحت يوتيوب تعلمت، نزلت جبت الاغراض. مو امك اليوم هاد التعليم؟ لا الشناتي على اليوتيوب. هي انا يعني يمكن خانتك اليوم، هي خيانه. المعلم الاول هو الام دائما. ماما ما بتشتغل بهي القصص. قديش نحن بنقول رشا انه اليوتيوب هو بحر وفي فيديوهات نحن بنقدر نتعلم منها. نموذج صار اليوم انه بصراحه كل شغلي تعلمت عن اليوتيوب، حتى تزيين يعني. انا فتحت ما سجلت ولا كورس ولا اي مدربه اشرفت عليك على اليوتيوب، شفت وطبقت. طيب ما بتحاولي اليوم تدخلي هذا الاكسسوار او هذا الشغل على قطعه ثياب؟ يعني اليوم تتخيلي انه انا اليوم بدي اعمل جاكيت وبدي اعمل له مثلا، خلينا ناخذ اي موديل يعني، جربتي هي القصه او لا؟ لا صراحه بفكر فيها بس لسه ما جربت يعني، ما جربتها بس يعني انا بفكر على الشنط بالذات يعني، شوفهم بيرسموا او هيك بقى بحب ان شاء الله. اليوم شو ممكن تقدموا نصائح؟ يعني خلينا نبلش من عندك مدعم هيك لكل سيده يمكن بعدها بالبيت كمان مثلك ببداياتها كانت بتحب تشتغل لعائلتها. لا انا بحس كل سيده عندها تدور بنفسها بداخلها عندها الا ما يطلع معها شيء حلو يعني. وكل بنت لهيك انا ببلش من بناتي وبقول لهم طالعوا شو عندكم، لك جربوا حاولوا اي شيء، لا تضلك قاعده عم تقولي ضايق خلقي وما يعرف عني شو اعمل وكذا، جربي طالعي شو عندك، ممكن على قطعه تطريز، على قطعه هلا مثل ما عملت ساره ومثل ما بلشت. فحلوه حلوه القصه كثير، وحلوه يعني اذا مو حلوه انها تسوق وكذا لنفسها لبيتها مشروع مصروف بالنهايه يعني، هو مشروع اقتصادي. اليوم كم صبيه عندك؟ عندي 5 بنات وصبي. الله يخليهم، كلهم بيشتغلوا بنفس القصه؟ لا هلا ساره اكبر وحده، فالبقايا اصغر، في عندي عم يدرسوا، في لسه اصغر. كونه عم تقول اليوم المدام انه عم تعلم البنات، فهيك فضول نعرف اليوم باي مرحله صاروا من التعليم، هل صاروا اليوم قادرين انه يمسكوا القطعه ويشتغلوا لحالهم؟ هلا ما عم اقول لك بلشنا بساره، هلا لا الثانيه سنه ثالثه هندسه معلوماتيه، فمخها بقرنه ثانيه، هلا كل واحد بيبرع بمجاله بقرنته. فلسه هلا قد ايه عاملين فوضى بالبيت هدول القصص، الخيطان؟ اي والله بتسالي ساره بضلوا بيقولوا لي غراضك هون وهون وهون وهون. كمان اليوم هيك حبينا هيك نستعرض معكم كل القطع اللي معكم اليوم كرمال ما هيك نعرض جماليتها البيبي. قديش اليوم هدول القصص مطلوبين؟ صرنا نشوفهم بالمشافي، صرنا نشوفهم بالبيت يعني. صحيحة، ودائما هيك يعني رشا بنشوف
فيهم كل واحدة مثل ما قالت سارة بتعطي لمسة يعني مميزة. في ناس بتدخل كتير الهاند ميد، في ناس بتحب الخرز، في ناس بتستخدم الشرايط حسب. قدي حلو اليوم طويل الشيفون مع ال لا الطول بسموه طول 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 شاطرة شوي أنا طول ساتان هتذاكر من ورانا. طيب اليوم بنطلب أسماء من كون البيبيات من كون ممكن جربتي سارة تعملي شيء بخص السوفينير البيبي أو لا؟ هلا بصراحة بينطلب بس مثل ما قلت لك يعني وقت بتقولي له السعر بتحسيهم بيهربوا. بس جربت اشتغل هيك شيء بينطلب مني بتعامل مع ورشة. لا عم تحكي كثير بالسعر سارة قد ايه يعني ما بنروح للارقام يعني هل كثير اليوم تكلفة يعني؟ طيب تعي خلينا نحكي اليوم هذا الجدران شو تكلفته؟ هلا هذا تكلفته شي 15 تقريبا ومبيعه على الله. هلا يمكن شغله اكثر من تكلفته. انا شفت عليه عم تشتغله بياكل وقت كثير. هذا بالذات هلا هذا بيقعد معي مثلا بيوم بخلصه. مع انه بتحسي انه هذا الشغل بياكل اكل شغل اكثر. ايه هذا قديش؟ لا هذا قعد معي شي 3 ايام يعني. وبتشتغلي على الطلب؟ ايه طبعا. طيب اخر كلمه هيك ممكن توجهيها اليوم لكل الصبايا اللي حابين يبداوا مشروع. ساره تفضلي. والله يعني اللي شو بتنصحيهم؟ يعني اي حدا حابب يبلش اول شيء انا احبطوني اللي حواليه بصراحه دائما بحبطوا حوالينا دائما هم عايشين لا يحبطوا. بعدين خلص انا حطيت ببالي وانه انا بدي اعمل شيء لنفسي وكون اسم وبلشت. فخلص يعني اللي حابب يعمل شيء خلي ارادته اول من كل شيء. ان شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق وبنشكر اليوم مع حضوركم. صباحكم هيك جمال وبتمنى اشوفك ساره بمشروعك الخاص فيما بعد. شكرا مدام لحضورك. اهلا وسهلا ساره. شكرا لكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم نورتونا لليوم وكل التوفيق لكم. شكرا لدعمكم. اهلا وسهلا. احنا مكملين صحيح رشا. قبل ما ننتقل لمحطتنا التاليه خلينا نروح عبر اتصال هاتفي مثل كل اسبوع لعند المتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف منه احوال الطقس كيف راح تكون مع الاسبوع الجديد. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك يا اهلين. صباح الخير استاذ حسان. صباح الخيرات. يسعد صباحك. فلا يسعد صباحك. اليوم هيك بلشنا نحس بدفى الشمس، خبرنا اليوم كيف حيكون طقسنا كونه نحن ببدايه اسبوع جديده وهل حيكون في منخفضات؟ كيف حيكون طقسنا؟ هلا بدايه صباح الخير الجديد للاخباريه السوريه لفضيله الاخوه المواطنين انضموا لنا. هلا بالنسبه لاحوال الطقس خلال ال 24 ساعه القادمه ولمحه بسيطه عن حاله الطقس خلال هذا الاسبوع. حالة استقرار تستمر تقريبا حتى يوم الأربعاء نتيجة بقاء الانبعاث تحت تأثير امتداد مرتفع جوي ممتد بكافة طبقات الجو. الأجواء بشكل عام عم تكون أشبه بين الصحراء والغائمة جزئيا بأغلب المناطق والمدن عن امتداد الجغرافيا السورية. درجات الحرارة رح تضل أعلى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية بكافة المناطق. الشيء المميز أنه خلال ساعات ليل عن كل أجواء باردة ويحذر من تشكل الضباب والضباب الكثيف في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر ومن حدوث الصقيع بالمرتفعات الجبلية المريعة من تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. استمر على حالة استقرار مثل ما ذكرت حتى يوم الأربعاء حتى ساعات بعد الظهر والمساء. نهار الاثنين والثلاثاء الاجواء بتضل غائمه جزئيا ولكن تنخفض درجات الحراره يوم الثلاثاء تحديدا لحتى تقترب الحرارات من معدلات مثل هذه الفتره بالسنه وتستمر الاجواء البارده بالليل والاجواء الصحوه بالنهار مع حرارات بتكون مقبوله نهارا وبارده ليلا في اغلب المناطق واحتمال تشكل الضباب الكثيف يضل مستمر معنا في اغلب المناطق الداخليه. حاله عدم استقرار ضعيفه بتبلش قبل نهايه الاسبوع يوم الأربعاء مساء من المناطق الساحلية والشمالية الغربية. الأجواء تتحول من أجواء غائمة جزئيا إلى أجواء غائمة بدءا من الساحل والشمال الغربي تصبح الفرصة مهيئة بإذن الله لهطة الخاص من المطر بدءا من المناطق اللي ذكرناها المناطق الساحلية والشمالية الغربية. درجات الحرارة بتضل حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة. بشكل عام خلال هذه الأجواء دائما نحن بنحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب الكثيف في أغلب المناطق الداخلية ومن حدوث الصقيع بالمرتفعات الجبلية. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 16/5 القنيطرة 14/4 القلمون المرتفعات الجبلية 11/1 درعا 17/7 القلمون السويداء 16/6
المنطقة الوسطى 15/6، خما 13/6، منطقة الجزيرة محافظة الخشبي 17/4، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 20/11، بالشمال حلب 14/5، إدلب 11/4، دير الزور المنطقة الشرقية 13/7، الرقة 15/4، وأخيرا البادية السورية 12/5، مدينة تدمر. الشيء اللي بيميز الطقس خلال هذه الأيام القادمة هو الضباب بالمناطق الداخلية والبرودة خلال ساعات الليل، الفرق ما بين الحرارات بين الليل والنهار. حالة الاستقرار بتضل مستمرة مثل ما ذكرت، برجع بأكد عليها، حتى يوم الأربعاء بأغلب المناطق بإذن الله تعالى. أستاذ حسان، بدنا نشكرك لليوم، وأكيد نتمنى نقول الله يبعث الخير وتكون كل أحوال الطقس خير علينا، وحتى المطر هو خير بالنسبة لنا. شكرا أستاذ حسان لإلك، ونحن مكملين بصباحنا. وقبل ما نروح لفقرتنا الأخيرة، خلونا نكون ضمن تقرير بهدف تعزيز مرتكزات مفهوم المواطنة عند الإنسان السوري وإطلاق جوانب الإبداع ورعايتها. وقع كل من وزير الثقافة ورئيس اتحاد شبيبة الثورة مذكرة تفاهم في مبنى وزارة الثقافة بدمشق. تفاصيل أكثر ضمن تقريرنا التالي. بهدف تعزيز مرتكزات مفهوم المواطنة عند الإنسان السوري وإطلاق جوانب الإبداع ورعايتها، وقع كل من وزيرة الثقافة ورئيس اتحاد شبيبة الثورة مذكرة تفاهم في مبنى وزارة الثقافة بدمشق. اتحاد شبيبة الثورة اليوم لديه القدرة، أصبح لديه إمكانية أن يستفيد من كل مراكزنا الثقافية الموجودة في كل أنحاء سوريا. أصبح لدينا القدرة على الاستعانة بكوادره وبالشباب الذين يعنى بهم في العمل التطوعي لبرامجنا وخططنا، مثل الخطط القراءة والتوعية وتنمية القدرات وبناء هذه القدرات، وبالتالي الفائدة مشتركة وكلها فائدة تعم على الوطن بإذن الله. شريحة الشباب نحن معنيون بها جدا، والآن كنت أتحدث مع السيد رئيس الاتحاد بأننا سنلتقي مجددا عند إعدادنا للخطة الاستراتيجية للصناعة الإبداعية، للصناعات الإبداعية، سيكونون جزءا من الفريق، فريق العمل الذي سيدلي بدلوه في هذا الشأن. حقيقة العلاقة مع وزارة الثقافة أبعد مذكر تفاهم، هي علاقة توأمة حقيقية وملاصقة لأرض الواقع. اليوم نحن في تنسيق عالي المستوى مع رفاقنا في وزارة الثقافة فيما يخص المراكز الثقافية، فيما يخص إقامة الورشات والندوات السنوية التي تضعها قيادة اتحاد شبيبة الثورة، المسابقات التي تتم على مستوى المناطق والمحافظات والمستوى القطر، في هناك لجان يتم رفضها من قبل وزارة الثقافة. نسعى لأن نصل إلى ذروة العمل مع وزارة الثقافة لما لها من أهمية كبيرة وكبيرة جدا فيما يخص الجانب التثقيفي لمرحلة الشباب. المذكرة تضمنت تنظيم التعاون والتنسيق بين الفريقين في تنفيذ المشاريع والأنشطة الثقافية ذات الاهتمام المشترك، وآليات إشراك المجتمع المحلي في تلك العملية بما يعزز الانتماء. مساحتنا الأخيرة لليوم رح تكون ضمن عالم الثقافة والأدب، وضيوفنا لليوم مميزين بنتاجاتهم الثقافية. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور عبد الله شاهر، وهو حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية واللغة العربية، ومدير تحرير مجلة الموقف الأدبي، والمفوض الإقليمي عن جامعة مصر الأمريكية الدولية في القاهرة في سوريا. وأكيد أيضا بسعدنا نرحب بالأنسة دعاء بطيخ، فنانة تشكيلية وكاتبة رواية. يسعد صباحكم. صباحكم يا صباح أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتكم، نورتوا صباحنا. اليوم عم نحكي بنقطة كتير مهمة، وخاصة ضمن هذا الوضع شفنا في ناس كتير بعدت عن موضوع الأدب والرواية والكتب. دكتور، اليوم هيك من خبرتك ونظرتك الثقافية، كيف اليوم بتقيم الرواية؟ بشكل عام الرواية الآن هي سيدة الموقف في الأدب، يعني لأن النتاجات الروائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بدأ القارئ يتجه إلى الرواية لأسباب كثيرة. يعني تعتبر الرواية حاليا هي أكثر الأجناس الأدبية تناولا من قبل القراء، والسبب في ذلك أن الرواية تعرض حالة اجتماعية، حالة حب،
حالة سياسية فيها فضاء مكاني وفيها فضاء زماني وفيها شخوص قد تصل إلى مقاربة مع القارئ أو المتلقي، وبالتالي تأخذ صدى في نفس القارئ، بينما بقية الأجناس الأدبية تراجعت قياسا للرواية، تقدمت الرواية عليها مثل الشعر عندنا أو القصة القصيرة، والقصة القصيرة جدا في الأدب الوجيز. هذه كل هذه الأجناس تتقدمها الرواية الآن بشكل عام. صحيح، هو بالدليل اليوم ضيفتنا هي الدعاء، يعني من جيل الكتاب الشباب الجداد بسوريا، وعندك أول منتجاتك كانت هي رواية، خلينا نحكي عنها أكثر، رقصة حواء والمطر. هلأ هي باكورة أعمالي، رقصة حواء والمطر، أسلوبها هو الخطف خلفاً، اعتمدت فيها ببداية أسلوب الرسائل، فصل كامل كان رسائل بين الأبطال، خلقت فيه جو يهيئ يعني هيئ القارئ ليفوت يعرف نبذة وشوي يصير عنده حالة غموض وتشده ليعرف بعدين تفاصيل الرواية والأحداث اللي عم بتدور فيها. هلأ الاسم هو شوي ملغوم، كل من هنقو يعني يقرأ الاسم رقصة حواء والمطر فهو بتهيأ له للوهلة الأولى أنه هو حواء كامرأة ترقص تحت المطر، لكن صحيح. هو لا، هو مطر اسم بطل الرواية فكانت هي رقصة البطل مع البطلة وشو صار بيناتهم الأحداث ومن خلال الحياة مع بعضهم. دكتور، حضرتك كنت ناقد لدعاء، وكنا عم نقول دائما النقد حتى لو كان سلبي ولكن إذا كان بهدف التطوير وإضافة الإيجابيات فهو إيجابي بالنهاية. صحيح. كيف اليوم قيمنا باكورة أعمال دعاء مثل ما وصفته؟ أولا الرواية جميلة بشكل عام، لكنها خرجت عن المسار التقليدي لكتابة الرواية، إذ أنها في الفصل الأول لم نستطع أن نصل إلى نتيجة من الكاتبة، هي عبارات جعلت من المتلقي حالة استفزاز لم نفهم منها. العقدة الروائية بدأت تتكشف علينا في الفصل الثاني. الفصل الثاني، من الفصل الثاني كما ذكرت هي عملية الخطف خلفا، والخطف خلفا هو شكل من أشكال الكتابة حيث يبدأ الكاتب بالكتابة عن نهاية النهاية قبل البداية. طيب ما استبقت دعاء هاي الخطوة كونه بداية مشروعة، يعني دائما بيكون الكاتب له فترة منيحة بهذا المجال ممكن يروح. اليوم دعاء شفناها بأول خطوة راحت لهي الفكرة، هو الجرأة اللي تمتلكها دعاء أنها خرقت أولا الخط التقليدي للرواية، النقطة الثانية أنها بدأت بفن أدب الرسائل، وأدب الرسائل كاد أن يخبو في نتاجاتنا الأدبية الحديثة، صار قليل. يعني نذكر مي وجبران، نذكر نابليون وجوزفين، نذكر عباس محمود العقاد ومي كمان، فكثير الرسائل الآن لم تعد هناك رسائل. إجت دعاء وأحيت هذا فن الرسائل، وكانت الرسائل مدروسة بدقة بحيث لم تسف الرسائل وإنما أعطت حالة حب. هذه الحالة أنا ذكرت أنها لم تبين لنا لا مكان ولا الزمان وهي تركت لنا احنا اليوم نتخيل الزمكان ما هو موجود فيها، وانما هي موجوده جمله من المشاعر. والروايه بشكل عام هي ليست خط سير درامي وليست حكايه، وانما هي نتائج السرد الذي تحكيه، وبالتالي يشترك القارئ مع الكاتب في التداعيات التي قد تحصل من وراء هذا الكلام، وقد يحظى القارئ بشيء من تجربته الشخصية من خلال هذا الاستفزاز الذي وضعته الكاتبة للمتلقي. دعاء عم تضحكي على كلمة استفزاز انت بالحياة العادية؟ لا والله كثير رايق ودبلوماسي وصبور بطبعي، بس هو
أنا بقرأ من زمان كتير، فهي حالة أنك تتركي شوي مساحة للقارئ يكون ممكن يتخيل نفسه هو أحد أبطال الرواية بحالة معينة. فأنا من خلال كتابتي يعني تقصدت أنه والحمد لله أنه نجحت بهذا من الآراء اللي كانت تجيني من القراء اللي تناولوا الرواية وقرأوها، أنه أي حدا بيقرأ الرواية ممكن يلاقي له سطر أو سطرين أو تعبير نفسي أو جزء أنا بلامس تماماً بجزء بلامسه، لأنه أنا تكلمت فيها عن كل شيء. يعني حتى قسم الرسائل ما كانت هي رسائل عادية، يعني أنه مرحبا كيفك، صار عنا فضول تماماً مرحبا كيفك. لا، أنا حتى في المحتوى اللي قدمته بالفصل الأول بالرسائل تكلمت فيه عن الضباب، عن القيامة، عن الانتظار، عن حالة الركود اللي صابتنا مثلاً، أو حالة الملل أو حالة الألم. فكان حديثي بالرسائل بين الأبطال فيه شغلات ما أنا تقليدية اللي ممكن تتوارد للشخص القارئ أنه رسالة، إيه ممكن تكون رسالة، لكن لا، هي كان رسالة في من وراها رسالة بتلمس الأشخاص هدول أو بتذكرهم حتى بشغلات ممكن هن يكونوا نسيانينا من قيام أو شيء إيجابي يلمسه. مواقف أحيانا تماماً. أشخاص تماماً. أماكن أحيانا تماماً. المكان بيكون بشكل لك بذاكرتك تماماً. أنا يعني أنا وقت حتى كنت كتير حدا عم يركز على التفاصيل بالرواية، أنه أنتوا انتبهوا لهالتفاصيل اللي غير مباشرة ممكن ما تلمسك بطريقة مباشرة، بس هي كتير بتعني هي كتير بتأثر بجواتك وبتتخزن بالذاكرة وبتطلع بلحظة معينة بتدعى فيها، يعني حب يعني تطلع وبتخليك تكوني بحالة إيجابية لما بتتذكريها. طب دكتور، اليوم دعاء عم تذكر نقطة التفاصيل، اليوم وقت بدنا نقول مقومات كتابة في كذا بند، يعني اليوم لحتى الكاتب أنه يلتزم فيهم ليقدر يحقق رواية ناجحة، هل أنت اليوم مع أنه الكاتب يدقق بموضوع التفاصيل ويسرد؟ أنا لاحظي معي الآن نحن في عصر السرعة. وهذه السرعة لا تحتاج إلى سرد روائي كبير يعني. وبالتالي صدر ما يسمى بالقصة القصيرة، واليوم نحن في القصة القصيرة جدا، لكن الرواية المطلوب منها الآن أن تلامس ما بدواخل الناس في حدث مكاني وزماني وعبر شخصية درامية واقعية اللي ندعوها بطل الرواية، وهناك شخصيات ثانوية المكملة للحدث الدرامي، وبالتالي تكون العقدة هي ذروة الأحداث لتتفكك الأحداث في النهاية إلى حل، أو يترك بعض الأحيان بعض الكتاب يتركون الحل للقارئ للمتلقي، يخلون النهاية مفتوحة. هذه الرواية تكون فضاء للقارئ كمان، قد يستفيد منها في كثير من الحالات، وقد تكون لديه من الناحية النفسية ومن الناحية الاجتماعية هي تجارب الآخرين، وهي ثروة لغوية من خلالها يستطيع أن يحصل على كثير من المفردات الجديدة التي تضاف في الرواية. لذلك فن الرواية هو فن محبب لدى الناس، بسموه السهل الممتنع. يمكن هو السهل الممتنع اللي يضع القارئ في جو يعزله عن الواقع، يدخل في عالم الرواية فيجد أنه شارك وساهم وتصور، وهذا التصور هو استدعاء لحالات كثيرة حتى الأمكنة. يستطيع حتى القارئ يستطيع أن يؤنسن الأمكنة ويحولها أنه والله فلان كان له ذكريات بالمكان الفلاني، كيف كانت هي حالة تداعي لحدث مؤثر خارجي اللي هي الرواية مثلا. صحيح. طب دكتور عبد الله، أنت عم تشوف اليوم جيل الشباب هل عم يكون ملتزم بقواعد كتابة الرواية؟ والله أنا مع جيل الشباب، حتى مع احترامي لدعاء، يعني أنه لما قبلت أنه أدرس روايتها قالوا لي لسات كاتبة مبتدئة، يعني أنت تكتب عنها؟ قلت لهم أنا مع جيل الشباب، ونحن في اتحاد الكتاب العرب طرحنا موضوع أن يكون للشباب دور في اتحاد الكتاب العرب،
يحقق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. إذا أغفلنا شريحة الشباب معناته أغفلنا المستقبل طبعا، وبالتالي يجب أن نرعى هؤلاء الشباب ونأخذ بيدهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة الإبداع. الكل موهوب، يعني الموهبة موجودة. متى تصل الموهبة إلى حالة الإبداع؟ عندما تتوفر البيئة المناسبة لتشع الموهبة. وكثير من المواهب ضاعت لدينا صحيح، بدون لأننا لم نستطع أن نوفر لها البيئة المناسبة لتبدع. كونه دكتور حكيت عن البيئة المناسبة والدعم، اليوم الشباب السوري وخصوصا الكتاب الجدد لشو بحاجة؟ والله بحاجة إلى الكثير، يمكن دعم المادي هو. احنا يعني انا اقول انه هذه الفترة تعتبر استثنائية التي مرت على سوريا، والجميع مدرك ولا نريد ان نتحدث عنها الكثير، لانه المواطن العادي والمثقف والكاتب وكل التفاصيل معروفة في الأزمة السورية. لكننا نحاول قدر الإمكان أن نرمم ما حصل من أحداث ونعيد ألق سوريا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. ولذلك اتحاد الكتاب الآن خطى خطوة باتجاه الشباب، احتضن 100 كاتب وكاتب. صح. هذا النشاط الذي أخذ اتحاد الكتاب على عاتقه أن يرعى هؤلاء الكتاب، وهم الجميع هؤلاء 100 كاتب وكاتب هم في مرحلة الشباب الأولى، وأنتم تعلمون أن مرحلة الشباب الأولى لا يتجاوز عمره 25 سنة. صح. هذه هي مرحلة الشباب الأولى، وتم تقديم كافة أشكال الرعاية التي يستطيع الاتحاد أن يقدمها ضمن الإمكانيات المتاحة. نحن نطالب مؤسسات الدولة كذلك أن ترعى هذه هذا النشأ الجميل، وسوريا ولادة يعني طبعا تستطيع أن توجد الكثير الكثير من القامات اللامعة. طيب دعاء، بعد رقصة هواء والمطر أكيد في مشاريع جديدة، في تحضيرات، خبرينا أكثر. هلأ أنا وقت اللي عملت باكورة أعمالي كانت حفل توقيع أول رواية مع أول معرض فردي كان بعنوان بصمات، فهلأ رح يليها حفل توقيع روايتي الثانية مع ثاني معرض فردي لألي، فعم بحضر له هلأ إن شاء الله قريبا. ورح دكتور عبد الله أيضا حيكون ناقد للرواية الثانية طبعا، بيشرفني وبيسعدني. هي تفاجأت بقراءة النقدية. أنا ما كنت بعرف، أنا لما كنا قاعدين بحفل التوقيع وهو قرأ الرواية، فأنا متوجسة يعني خايفة، إنه لأنه أنا سألته قبل يقول لي بأثناء الحفل بتسمع خبرك، فأنا كان مثلي اللي حضران الحفل التوقيع. فشوفي لما الكاتب أو اللي بيحس بالحرف بطريقة كتير صادقة وبيكتبه بشغف وبيكتبه بإحساس عالي، لما بيقرأه مثل حضرة الدكتور عبد الله وعلى حدا على ثقة الوقامة وقارئ وناقد والخبرة والعمر، فهذا بيخليكي بموضع أنه أنت دوما يعني مسؤولية. طبعا مسؤولية جدا كبيرة، ولأنه لا يا أما هذا الشيء بيرفعك عرفتي، يا أما خلص أنه عرفتي ما فهي كانت القعدة كتير فيها توتر. كيف تقبلتي هدول خلينا نقول النقد الإيجابي؟ يعني صلحتي بأماكن؟ طبعا طبعا طبعا. شوفي ما في بني آدم بيقدر يضل إذا ما قدر يستقبل النقد بيضل بمكانك راوح يعني، فهو ما رح يقدر يطور من حاله ويطور من ذاته ويسمع النقد من أشخاص هن على ثقة وعلى ثقل وعلى حضور وعلى خبرة حياتية كتير كبيرة، فهذا الشيء إيجابي وبيخليكي أنه أنت تدعمي حالك وتطوري من حالك لحتى ترجعي تقدمي شيء يليق بهيك أشخاص أنه بيكونوا موجودين جنبك، فهي مسؤولية كتير كبيرة، والله يقدرنا أنه نكون قدها مثل ما كنا أول مرة.
دكتور، خلال دائما الأزمات والحروب الجميع يتأثر، ومنهم والشريحة الأكبر هي بتكون الأدباء والفنانين. قديش اليوم عم تلمس المواد اللي عم يقدموها الشباب السوري، خصوصا الكتاب الجداد متأثرين بالواقع اليوم، والمحتوى اللي عم بيقدموه له علاقة بالواقع اللي عاشوا؟ والله كتب كثير، ونحن الآن بصدد توثيق كثير من الحالات اللي حدثت في سوريا. صح. وأنا حكمت عدد من الجوائز، مثلا جائزة وكالة سانا للقصيدة الحربية، جائزة وزارة الثقافة، كثير من الجوائز، اتحاد الكتاب العرب. لكن ما كتب من نتاجات كتب في حينه. تعلمون أن الأدب يحتاج إلى فترة، يعني صح، هي إعادة تدوير الذاكرة. وبالتالي نحن نقول أن ما سيأتي هو أكثر. النتاجات الأدبية التي ستأتي حول الأحداث التي حصلت في سوريا تكون في كل الأجناس الأدبية، وتكون غزيرة في أصولها وفي أحداثها وفي حالة التوثيق. نحن في هذه الفترة كانت أقرب إلى التوثيقية منها إلى النتاجات الأدبية، كونها مواكبة للحدث مباشر. الآن ننتظر الحالة النفسية والتداعيات التي تحدثها الحرب، وما هي الإرباكات التي حصلت في المجتمع السوري من خلل بنيوي، من تغيير ديمغرافي، من حالات عاطفية، من تهجير. كل هذه كيف يراها الكاتب، وكيف يوصلها إلى الأجيال القادمة لكي تكون شاهدا فنيا على ما جرى في سوريا. صحيح دكتور عبد الله، تأكيدا لكلامك، يمكن ممكن نحن نرجع نشوف هلأ دراما كمان تكون مرافقة للأدب. يمكن ببداية الأحداث ما كانت الصورة واضحة. صح. كان في تخبط بالأحداث اللي عم تصير، كان صحيح. في الكاتب ضايع، يعني حتى كان دراما أو رواية يعني. فنتوقع اليوم نحن توثيقيا كان دراما وأدب اليوم حيكون في شيء حلو، أنضج يكون. صحيح أنضج. حتكون الصورة واضحة لأنه نعم. يعني طيب دعاء، سؤال أخير، وقت نقول فن تشكيلي وأدب، اليوم أيضا الفن التشكيلي بحاجة لروحك. اليوم هاي اللوحة اللي انت واقفة قدامها عم تخاطبي روحك، عم تخاطبها أكيد يعني. اليوم كيف تأثرتي وأثرتي بين الفن التشكيلي والأدب؟ هلأ دوما بقول أنه الفن يعني اللون والحرف والموسيقى هن علاقة مع بعضهم، ما بتقدري تفصلي بيناتهم. بس شغف الكتابة، أوقات قد ما كتبتي بتحسي أنه في حالة انفعالية ما بيكفيها الحبر، ما بيشبع لك أنك تطالعي اللي جواتك واللي حسيتيه بس عن طريق الحرف والحبر. فبيكمل هاي الصورة اللون والمساحة والكتل، فبتحسي أنه البني آدم هو كتلة مشاعر، كتلة أحاسيس. فلما بيتنوع الربط بين الحرف والكتابة هنا بيكملوا بعض. فأنا في كتير صور شعرية ممكن أو حالة سردية عم بوصف صورة معينة بتخلق لي جواتي أنه أنا إيه وصفتها كتير، بس استفزتني أنه أم أنا صورها بطريقة مرئية على اللوحة، أنه تصير هي بصورة مباشرة يقدر يشوفها الشخص الآخر، توصل الصورة كاملة. والموسيقى نفس الشيء، لأنه هي الموسيقى حتى هي بحد ذاتها يعني حالة تانية، وبتسحب الروح لمكان آخر لعوالم أخرى. فهني علاقة مترابطة بيكملوا بعضهم. أكيد. بالختام بدنا نشكر وجودكم لليوم معنا، كل التوفيق لك دعاء بمشاريع القادمة. شكرا لك دكتور اليوم أغنية صباحنا. شكرا لحضوركم، ونتمنى لك التوفيق، ونشوفك باسم لامع، ويكون اليوم الدكتور تحت إشراف أكيد الدكتور عبد الله. دائما نحن بنكبر باسمك دكتور. أنا أكبر فيكم وبوجودكم، وأنتم
انتم وجهنا للخارج يعني. شكرا شكرا دكتور. تفضلي. بتشكر كمان الاساتذه اللي كانوا مرافقيني بحلب لانه انا عملت حفل توقيع بحلب والدكتور عبد الله الشاهر كان مرافقي هون بالشام، الاستاذ ابراهيم كسار والاستاذ زياد مغامز. تحياتنا لكم. هذول القامات ما فيكي تقدري انه نمرق هيك تماما، لا اعوذ بالله، لانهم فضل والله يديمهم بعطائهم يا رب. شكرا لكم، اهلا وسهلا، شرفتونا. شكرا كثير لك رشا. وصلنا لختام صباحنا غير، بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه بقيه هذا اليوم يحملكم يا رب كل تفاصيل الخير والرزق وراحة البال، والسوريين دائما وين ما كانوا كونوا بألف خير. شكرا لك نيرمين، بقيت نهار حلو لك ولكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم. إن شاء الله هيك نضيوف خفاف على بيوتكم وقلوبكم، بقيت نهار حلو لكم، وبكرة يوم جديد وأمل جديد، قولوا يا رب. باي 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 باي.